اللي كان بيقول استاذ الكسندر الشنطي ان وسائل الاعلام الغربيه يعني مش كلهم بس يعني بداوا يغيروا نظرتهم الى حد ما، بس في الاستمرار زي ما هم يعني. بس انا اعتقد برضه تجربة، أنا فاكر التحليلات اللي كانت متضاربة أيام أزمة البوسنة أو لما ألمانيا اعترفت بالبوسنة جمهورية مستقلة منعا لاستمرار الحرب وتدخل الأمم المتحدة، كان في هجوم شنيع مش عارف، ولكن في الآخر الحقيقة فرضت نفسها. وأنا أعتقد ده هيحصل هنا كمان، يعني سيكون هناك فهما اكثر من قبل وسائل الاعلام الغربيه للاستحقاقات القادمه والمرحله الانتقاليه او خارطه الطريق، بشرط طبعا تطبيق خارطه الطريق بطريقه كما اعلن عنها. ولسه هنشوف ونراقب، بس انا بقول وجهه النظر الاحاديه الى حد ما تغيرت او تتغير. ما عندي تخوف، عندي تخوف يعني انت ما عرفش او شفتي نقابة الصحفيين المصرية، مش نقابة الصحفيين في رينج الملاعي، قالت انها ترفض ممارسات القمع والتحريض التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية احداث السكرة الثالثة لثورة 25 يناير في القاهرة والمحافظات. اشتكت من المعاملة من الجانب الحكومي و من جانب بعض الجمهور سميها كده. طيب ما هو ده وهيبقى ده دي عمليه خطيره، لانه التصوري او الكلام ده بيحصل مع الصحفي المصري، شوفوا بقى الخواجه ممكن يحصل فيه ايه. فخدي بالك انت، ما هو ده مبدا سهل قوي. لو هيحصل اعتداءات و تضايقي على الصحفيين وبتاع، مردوده سهل قوي، هيبقى ضدك مبدئي. هتتحول الامور. انا بس كنت يعني كان عندي تعليق اخير في التغطيه، انه يعني في مثل هذه الظروف ممكن قوي ان انا اكتب موضوع اقول فيه القمع مستمر في مصر على الصحفيين، وممكن احكي حكايه واحكي دي ضمنها، يعني هي حسب التناول، حسب التناول. دي النقابه اللي مطلعه البيان. ايوه المصريين. لو انا عامله موضوع عن النقابه يعني بقول لك، يعني لو نقابه الصحفيين المصريين يعني برضو عندها مشاكل وحاسه انه في مشكله، ده هينعكس برضو في التغطيه. لا تمام. يعني ما بالك بقى اللي ممكن يحصل للصحفيين اللي انت مثلا مش متفقه معاه. نعم. اسمحي لي بمداخله. انا حضرت مره، كان معايا دبلوماسيين، واحد الماني واحد فرنسي، كنا في مين هاوس وخرجنا ولقينا حوالي 2000-3000. طبعا الواحد يعرف يقدر شويه من بعد ما شفنا الملايين. وقابلت زميلة من شغلي الآخر بتاع الجزيرة، ورجعنا ما قدرناش نمشي، كان في مش عارف ايه، رجعنا من هاوس لقينا عايز اشوف في حاجة حية. فهم قالت 25 مليون مصري يحتلون الطرق الى بيني وبينك. انا آخر من ينتقد زميل، بس ده أحب أقوله لأن حضرتك شايف برؤى العين. أنا بشكركما يعني. شكرا جزيلا. رغم ذلك لازم تعامله يكون سليم، ولكن أنا أفهم ناس اللي ما عجبهمش كده، ده مش تبرير لسوء معاملة طبعاً. بس أنا أتغاضى عن هذه الأشياء. أرجوكي سيد فالك هارتفيندفورد، رئيس جمعية المراسلين الأجانب في مصر، أشكرك شكرا جزيلا. وأشكر أيضا السيد ألكسندر بوتشنتي، مراسل إذاعة وتلفزيون فرنسا الدولي، شكرا جزيلا. سريعا نتحول إلى رسالة مجد يوسف الخاصة برؤية وزراء المالية الأوروبيين وكريستيان لاجاغ مديرة صندوق النقد الدولي حول الأحوال الاقتصادية في مصر. وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يتوقعون ارتفاع معدل نمو الاقتصاد من 3% خلال العام الماضي إلى 3.7 خلال العام الجاري، كما توقع الوزراء بعد اجتماعاتهم في بروكسل أن يرتفع
معدل النمو الاقتصادي العام القادم ليصل إلى 3.9%، كما أعلن الوزراء عن حدوث تحسن ملحوظ في حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام الماضي، من المتوقع أن تستمر خلال العام الجاري. في القمة الأخيرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن انتهاء الأزمة المالية. الآن نحن في مرحلة التعافي والنمو، وهذه طبعا أخبار إيجابية ستساعد على استقرار الأسواق والنمو. هذه التوقعات الإيجابية، قال خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، ستنعكس على الاقتصاد في دول منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر. فبحسب صندوق النقد، من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو 2.8% العام الحالي مقابل 1.8% العام الماضي. وبالنسبة لمعدلات التضخم، من المتوقع أن ترتفع من 6.9% العام الماضي إلى 10.3% العام الحالي. وعلى العكس، ستنخفض معدلات البطالة بدرجة طفيفة من 13% إلى 12.8%. D'abord, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer monsieur le Premier ministre. كما تعلم، لقد التقيت رئيس الوزراء المصري على هامش منتدى دافوس الدولي، وكان لقاء جيد، حيث أطلعني رئيس الوزراء على تطورات الوضع الاقتصادي في مصر، وهي تطورات إيجابية. عملية النمو الاقتصادي في هذا البلد تهم الصندوق بشدة، وعليه أؤكد على استعداد الصندوق لتقديم أي دعم لمصر. أنا على قناعة تامة بأن الاقتصاد المصري في طريقه للتحسن، وأن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لفعل كل ما من شأنه تحقيق تعافي حقيقي للاقتصاد المصري. سيبقى الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم أي دعم لمصر. أما تحديد شكل ونوع وتوقيت الدعم فهو متروك للحكومة المصرية. إلى ذلك، أشار صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول مصر إلى أن التطورات السياسية ستكون المحدد الأساسي لوتيرة الإصلاحات ومستوى الثقة ومدى النشاط المحلي بسبب الاختلالات المالية والخارجية الكبيرة التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن التمويل المقدم من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمصر تساعد على تخفيف القيود التي تواجهها المالية العامة على الأمد القصير، وهو ما ساعد الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير المالية التنشيطية لدعم النمو وتوفير فرص العمل. وقد أكد التقرير أهمية وضع استراتيجية للضبط المالية على المدى المتوسط، يستمر إقبال المستثمرين المحليين والأجانب في ضخ استثماراتهم بالأسواق المصرية. وأشار التقرير إلى أهمية مرونة أسعار الصرف للتخفيف من أثر الضبط المالي على النمو في الأجل القصير والمساعدة على إعادة بناء الاحتياطات الدولية. مجدي يوسف لبرنامج على ضفاف المتوسط، بروكسل. ونتحول مباشرة إلى لندن، معنا عبر الأقمار الصناعية سيد جهاد الخازن الكاتب الصحفي بجريدة الحياة اللندنية. تحية طيبة لحضرتك. سيد جهاد، أولا ما تقييمك لما تنقله وسائل الإعلام الغربية على رأسها صحف ووسائل إعلام أمريكية وأيضا بريطانية للأحداث السياسية في مصر، بدءا من إعلان نتيجة الدستور ثم التطورات الأخرى؟ يعني هناك سلبية في التعامل مع الأخبار المصرية، هناك أحيانا اعتداء على الحقيقة. أقرأ أمس عن يعني حكم عسكري عن قمع حريات وغيره، كلهم يحكوا عن كل شيء بس ما بيحكوا على الإرهاب. هل كان يمكن أن يحدث شيء لولا الإرهاب والرد على الإرهاب؟ هناك إرهاب يقتل الناس كل يوم ما شايفينه، بس بيشوفوا الجزء اللي بناسبهم. أعتقد يعني بعد انتخابات الرئاسة ونتائجها سيضطرون إلى التعامل مع النظام الجديد، مع الحكم الجديد اللي كلنا بنأمل يكون ديمقراطي. ولكن في الوقت الحاضر كل يوم هناك أخبار سلبية عن مصر وعن التعامل مع مصر. حتى لما كنت أنا في دافوس من 4-5 أيام أيضا لاحظت أنه يعني بعضهم يتعمد
الهجوم على مصر. الحمد لله يعني رئيس الوزراء حازم الببلاوي أعصابه هذه، أعتقد أنه رد على أكثر هذه الأسئلة السلبية اللي يعني اللي تحاول اقتناص أشياء غير موجودة، رد عليهم بذكاء وبهدوء، وأعتقد أنه أنا أقنع كثيرين من السامعين. هذا متوقع، كأنهم هم عايزين الإخوان المسلمين في الحكم، بخربوا مصر بخربوا الأمة معها. ولكن الآن أعتقد أن مصر على الطريق الصحيح، أرجو أن ينتهي الإرهاب. كان بدنا يحلوا الاقتصاد، صار بدنا يحلوا مشكلة الأمن قبل الاقتصاد، أو ربما المشكلتان في الأهمية نفسها. فأرجو أن يكون التركيز عليهم، لأنه مصر تحتاج إلى حلول سريعة، ما فينا نستنى 10 سنين مثل التسعينات. طيب سيد جهاد، يعني تعتقد أنه الغرب ما زال لديه بعض الأمل ربما، أو بعض الدول الغربية التي تتمنى هذا حتى وإن كانت لا تصرح به، لعودة الإخوان مرة أخرى بأي شكل من أشكال، أو حتى مشاركتهم مرة أخرى في أي حكومة قادمة؟ هم إجوا على ظهر، ما حدا منا مات، كلنا موجودين، لم يتصور في حياتهم راح يجي الحكم في سنة واحدة. يعني دمروا كل فرصهم في الحكم، هم اللي دمروها، لأنهم لما يكونوا مؤهلين للحكم وأساءوا التصرف. الآن لن يعودوا في رأيي، ونسمع بتعرف أكثر الهجوم هذا من محافظين جدد، من جماعة إسرائيل، من جماعة لوبي إسرائيل في أمريكا، من اليمين بعضهم يتكلم عن المساعدات لمصر 1.3 بليون دولار، وإنه ربما جو وقفة أو تحديدها أو تهديد بها. أنا رأيي كان دائما أن هذه المساعدات لإسرائيل وليست لمصر، هذه ثمن معاهدة السلام، ثمن بقاء مصر في معاهدة السلام. خلي يوقفوها، لأن مصر ساعتها بتجمد المعاهدة إذا ما ألغتها. فهذه المساعدات ليست لمصر، وإنما لإسرائيل، يدفعها المكلف الأمريكي الدافع الضرائب الأمريكي. ورغم أن الولايات المتحدة دخلت في أزمة هائلة من 2008 بدأت تخرج منها الآن، كل مخصصات الدولة خصمت 8% إلا مخصصات المساعدات لإسرائيل، لأنه هناك في الكونغرس أعضاء اشتراهم اللوبي. طيب أنت كإعلامي سيد جهاد، كيف تنظر إلى التطورات السياسية في مصر مع استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب؟ ستي، الأمور بخواتمها، أرجو أن يكون هناك حزم في مكافحة الإرهاب، وافق على أي إجراءات خلال الفترة الانتقالية، ولكن أرجو عندما يقوم حكم ديمقراطي ليستحق اسمه أن يكون هذا الحكم شامل لجميع المصريين بمن فيهم الإخوان إذا تابوا عن الإرهاب، أن يكون هناك حكم قانون مستقل. وأتصور ذلك. أنا راجعت الدستور الجديد مع الأخ عامر موسى صديق قديم، واطمأنيت إلى بعض البنود اللي كنت يعني غير واثق منها. أرجو أن نرى ديمقراطية حقيقية في مصر. إذا قامت هذه الديمقراطية في مصر ستتبعها الدول العربية الأخرى، هذه تفيد الأمة كلها وليس مصر فقط. أعتقد أن الإجراءات التي يعني عندك، الرئيس كان أعلى قاضي في مصر، رئيس الوزراء خبرته لا يستطيع أحد أن يناقش فيها، الوزراء كلهم، وزير الخارجية وغيره. فأرجو أن نرى سيرا حقيقيا على طريق الديمقراطية. أرجو أن يتم كل هذا، انتخابات رئاسة الجمهورية، انتخابات البرلمان، يعني مع يونيو على أبعد تقدير، لنستطيع يعني تستطيع مصر أن تتنفس صعداء وأن تحاول إصلاح ما خرب الإخوان. السيد جهاد الخازن، الكاتب الصحفي بجريدة الحياة اللندنية، مباشرة عبر الأقمار الصناعية من لندن، شكرا جزيلا لك. ونتحول الآن لمتابعة آخر المستجدات في مؤتمر جنيف 2 المستمر، والتي تستمر أعماله في سويسرا، مع تصاعد اتهامات واشنطن للنظام السوري بإحداث الهجمات الوحشية وزعزعة استقرار سوريا، بينما الوفد السوري أصدر بيانا هو الآخر يتهم فيه واشنطن بتسليح من أسماهم بالإرهابيين. نتابع. Ah!
أعلن لؤي صافي المتحدث باسم المعارضة السورية أن وفد الحكومة والمعارضة أحرز تقدما في المحادثات، متفقين على الاستناد لإعلان جنيف كأساس للتفاوض. ومن جانبه قال التلفزيون السوري أن وفد الحكومة السورية أعلن استعداده الكامل لمناقشة بيان جنيف واحد.